جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها زلم في شهرين فما شعبة كان وجهي لا كان وجهي خايب على التجمع لاني دخلت له في شهرين مش مبروك عقبة خاطر دخلت في شهرين في الشهر عملت مسؤولية محسن مرزوق في كيلو زعما لا 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 مقهورة ما تسمعك قالوا هاي زين لا لا انا اقول لك على حكاية بعد قبل بشهرين ومن بعد شهرين مشي بغالي معناها قبلت اي دخلت قبل بشهرين بالضبط ودخلت في نيدا بعد دخلت مباشرة في نيدا مباشرة دخلت نيدا تونس كنت من المؤسسين في نيدا تونس وكنت نعم انا نعمل تكنيسيان سوبيريور اون بيوميديكال معناتها بعد دخلت ريت من بعد الثورة ما دخلتش للسياسة معناتها الانتخابات الأولى وكذا قعدت نتابع في الوضع العام السائد في البلاد بعد خفت على بلادي معناتها كريت التوجه وين مشيت البلاد اول ما صار الفكره بتاع نيدا تونس كنت معناتها لبيت النداء من نداء الوطن من وخطاب 6 جوان 2012 كنت من المساهمين ومن المؤسسين في نيدا تونس جوهرة FM.